الأستاذ دكتور أمير شوقي، أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب القومي، دكتورة واستشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، عضو الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، عضو جمعية القلب الأمريكية، عضو الجمعية الأمريكية للموجات فوق الصوتية على القلب، زميل الجمعية الملكية البريطانية لأمراض البطنة. عنوان العيادة 26 شارع شبرا بجوار سينما دولي ومكتبة المحبة. تليفونات العيادة 02-27-73-66-0 0122-21-55-907 011-25-8066. بنعمل فحص لعضلة القلب من خلال جهاز الموجات فوق الصوتية على القلب اللي هو الإيكو دوبلر. الجهاز ده بيوضح بصورة تفصيلية كفاءة عضلة القلب في أجزاء القلب المختلفة. بشوف من خلاله صمامات القلب، وجود أي أمراض في الصمامات سواء مثلا ضيق في الصمام أو ارتجاع. بشوف من خلاله وجود أي ارتشاح حوالين القلب، أي التهابات في الغشاء المحيط بعضلة القلب. ممكن طبعا أشوف قصور شرايين تاجية بطريقة غير مباشرة. لو لقينا جزء من أجزاء العضلة مش بينقابل بالكفاءة اللازمة أو الكفاءة الطبيعية، بعرف إن الشريان اللي بيغذي الجزء ده فيه قصور. إذن إحنا هنا مش بنشوف الشرايين بصورة مباشرة، لكن بنشوف كفاءة العضلة اللي بتعدي إنعكاس لحالة الشرايين. لكن طبعا صمامات القلب بتبان هنا بصورة تفصيلية ومفصلة، وعضلة القلب بتبان بصورة برضو واضحة. وده قيمة جهاز الإيكو اللي هو يعتبر جهاز قيم جدا في تقييم كفاءة عضلة القلب. دلوقتي احنا بنعمل رسم قلب المريض عن طريق ان احنا بنوصل اسلاك معينة من اجزاء مختلفة من الجسم. الرسم ده بيسجل الكهرباء الموجودة على سطح الجسم اللي نابعة من القلب. احنا عارفين طبعا القلب عضلة بتشتغل عن طريق ارسال نبضات كهربائية في اجزاء القلب المختلفة، فاحنا في الجهاز ده بنسجل الكهرباء اللي موجودة داخل القلب. بنقدر من خلال رسم القلب نتعرف على حاجات مهمة جدا، عدد نبضات القلب ونوعها وانتظامها، ولو في اي اختلال في نبض القلب، لو في اي قصور في الشرايين، لو في اي تضخم في عضلة القلب، لو في اي امراض مرتبطة بحاجات كتيرة جدا في كهربة القلب. طبعا رسم القلب ده هو الجهاز البيزك المبدئي اللي هو موجود في تقريبا اغلب الاماكن، وطبعا حاجة يعني مهمة جدا ان احنا نعملها في بداية الكشف. ده كده رسم القلب كامل. طبعا من خلال رسم القلب بنقدر طبعا نقيم عدد ضربات القلب، وجود أي اختلال في نبضات القلب، المسافة بين كل نبضة والتانية وتعمل بصورة منتظمة، وجود أي مشاكل في عضلة القلب، في أمراض تضخم في عضلة القلب. نقدر نعرف برضو لو في قصور في الشرايين التاجية بصورة مبدئية. طبعا رسم القلب مش هو الفحص النهائي او الاكيد لتشخيص امراض الشرايين، لكن هو يعتبر فحص اولي ومبدئي في كل امراض القلب.